الناس بالنسبة لوسام سعدون بأربعة وعشرين هدف صاحب 32 سنة. هذا محمد كريم لعب للنفط ولعب للطلبة قائد فريق نادي كربلاء. ركنية الآن ركنية للنفط ميسان عالية كرة اللعب محاولة داخل منطقة الجزاء والإبعاد مرة أخرى جول بنيامين لاعب النيجيري لنفط ميسان لفرسان المملكة النيجيري بنيامين يفتتح التسجيل لنفط ميسان. ما انتظروا شوف التحضير واو او 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 يتحملها علاء احمد علاء احمد وهدف اول لبنيامين اللاعب الفنان لنفط ميسان يفتتح التسجيل. اوه غلطة الشاطر يا علاء بألف فن لاعب المنتخب الوطني العراقي المتوج بخليجي 25 وخطيرة وجول هدف لكربلاء هدف لكربلاء. رضا 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 فاضل باقر تمريرة هجوم الآن على الطريق مشتاق ينتظر زامل غير راية مشتاق تسديدة الله حاول راية البديل ممتازة الله يا مشتاق طالب البدلاء لي أحمد محمد فراس تحضير ممتاز داخل منطقة الجزاء زيدان خطيرة زيدان عبد الجبار بعاد من الدفاعات شوف الضغط الفريق العميد الكربلائي أكرم حاول العميد صفطة قطع الكرة والثاني الله مهدي هاشم ينقذ مرمى نبض التمرير سجاد تمريرة زيدان عبد الجبار مهدي هاشم من يمين خطيرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وإلى الركنية